وفي ناس بعتين لآيات من القرآن ما بقدر أحكيها قدامكم، خاف إني غلط، وبتعرفوا بصير قوموا لي. صار عندي كتير خوف من رجال الدين بنوع خاص، يعني ما بعرف أقرأ وبتعرفوا، بس هالعلم موجود في القرآن الكريم. رح أخبركم وزعلاني كتير، عملوا العلماء في أمريكا امتحان عن علم اسمه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله 4 كلمات. يلي ربحوا بده ينبسط نشان دير هاروت يونيان، هن الأرمن. رح أطلب من نشان يستضيف واحد منهم لبناني، وبلبنان قربت يحكي عن The Fourth Way جيرجيف. جيرجيف أرمني، رجل دين ورجل علم، وضل يعرف إنه في علم بالصوت، في علم بالصوت غير العلماء غير اللي درسوا ببلده، وصار يبرم. والتقى بأمير روسي، كانوا بمصر سمعوا الأذان، والأمير ترك الأمارة وترك العلم وترك المال والدنيا، واثنينهم التقوا بمدرسة بتعلم علم الطواف 600 سنة ما قبل الميلاد. جيرجيف هو الوحيد اللي ما انقتل، مات موت طبيعي لأنه نشر هالعلوم وخاف من العرب والمسلمين، مثل ما أوشو خاف، مثل ما ميتشو كلنا منخاف. اصحوا تحكوا هالعلم عند العرب والمسلمين، احترموا الجهل والعقل والفكر اللي موجود عندكم. ولكن جيرجيف لما سمع الأذان أعرف هو أرمني، وبيحبوا علم الصوت. الأرمن عندهم موسيقى ودايما مكرمين، مثل ما بتعرفوا وين ما راحوا، حس عندهم العلوم وبيحبوا الدولة وعندهم احترام. العلم واضح وصريح بأنه في موجات وذبذبات.